لحديش في بورصة الأسعار كالعادة باش نحكيو على الأسوام، الأسوام اللي جي مباشرة من الشركة التونسية لأسواق الجملة. نحكيو على أسعار الخضرة، نحكيو على أسعار الغلة، هذا الكل مع سي أمين كيفي عن إدارة الاستغلال بالشركة التونسية لأسواق الجملة. باش نعود الاتصال مرة أخرى بسي أمين كيفي. خليني نذكركم في الأثناء اللي 71 725 ألف، 71 725 ألف، وين أنتم تنجموا تتفاعلوا معنا، تطلبونا نسمع أصواتكم وتسجلوا آرائكم معنا. موضوعنا حشيشة رمضان، موضوعنا الغش، خلينا نقولوا التوتر، الغش هل أنه مبرر ولا ماهوش مبرر بالنسبة لرمضان؟ هل معقول من التصرفات والسلوكيات اللي تكون فيها نوع من التوتر؟ كي ربما يتسأل التونسي علاش التوتر هذا الكل ولا علاش هالغش هذا الكل، يقول لك حشيشة رمضان. الإجابة العلمية في مجال علم الاجتماع باش تكون مع سي سامي نصر اللي باش يحضر بحذنا من بعد شويه، المختص في علم الاجتماع. في الاثناء نذكروكم اللي في بورصه الاسعار باش نحكيو مع سي امين الكيفي عن اداره الاستغلال بالشركه التونسيه لاسواق الجمله. ما نعرفش كان حاضر معنا سي امين الكيفي، ونقولوا له صباح النور، صباح الخير سي امين. ما نلتقوا لنا مازال مش حاضر، مسالش نعاودوا الاتصال مره اخرى بسي امين الكيفي. في الاثناء نمشي ونحاولوا نمشيو الفصل صغير وين باش نحاولوا نرجعوا لكم من بعد شويه، ونذكركم ديما اللي 71 725 ألف تنجموا تتصلوا بينا وتشاركوا آراءكم معنا، احنا نسمعوكم. هذايا الشارع التونسي اللي متواصله معكم حتى للحداش، وزاده باش نتحدثوا زاده على نقاط البيع من المنتج الى المستهلك، وباش يحضر بحدنا اسامه الحكيلي ونحكيوا على الجدوى نتاع نقاط البيع هذوما من حيث جوده الاسعار، من حيث الكميات متوفره والا ماهيش متوفره بالنسبه للاسعار. وباش يكون معنا زاده ممثل عن وزاره التجاره. نرجع مع سي امين كيفي نتعداو، نقولوا له صباح الخير، صباح النور سي امين. صباح النور، نهاركم طيب، نهاركم سعيد. مشكور جدا على التدخل معنا سي امين كيفي عن اداره الاستغلال بالشركه التونسيه لاسواق الجمله. البارح تعرضنا للاسعار نوعا ما بين عم ناول وبين سناب بالنسبه لشهر رمضان. خلينا نرجع معك في البدايه على الكميات، ونحكيو على كل نهار بنهار، ونحكيو على اليوم شنو موجود، شنو متوفر من حيث الاسعار ومن حيث الكميات. بالنسبه لليوم السوق شد حركيه استثنائيه بحكم هو يعتبر اول نهار اسبوع بالنسبه للسوق من حيث التزويد ومن حيث فهمتني ولا لا، وسجلنا فيه كميات هامه. بلغ التزويد اليوم 1961 طن مفصله، فيها 1230 طن خضر و685 طن غلال و46 طن اسماك. الكميات هذيا نجم نعطيكم فكره على الاسعار بالنسبه لبعض المنتوجات. بالنسبه للخضر عندنا البطاطا معدل الساعة 970 مليم، الطماطم من 12% حتى ل 2000، عندنا البصل الجاف 13%، البصل الربعي دينار و200، الفلفل الحار وحلو ب 3000، وعندنا جلبانة 4200، المعدنوس 890، هنا 890 هذا سعر الكيلوغرام. وبالطبيعة هذه الأسعار هذه ديما نحكيو على سعر الجملة. نعطيكم فكرة على بعض الغلال، عندنا التفاح معدل الأسعار 2880 والأقصى 4000، عندنا البرتقال التومسون 1820، والمالتي 660، عندنا القارس 870، وعندنا الدقلة من 2000 حتى شفمتني 8000، ومعدل السعر 6000. هذا معدل الاسعار بمعدل هذا معدل الاسعار. هذا معدل الاسعار، وديما نحب نذكروا اللي هذه اسعار الجمله، معناها فما ما نعرفش نذكر فما قرار وزاري مؤرخ في 20 اكتوبر 2020 اللي يضبط هامش الربح، هامش الربح اللي من 25 حتى ل 35% حسب معناها سعر الشراء بالجمله. معناها الاسعار هذيا يقع توظيف عليها هامش ربح من 25 ل 35%. هذه الهوامش الربح اللي تقع توظيفها. هذه هوامش الربح بالنسبه لتجار التفصيل. نجموا نعطيو فكره للمستمعين، عندنا اقل من 900 مليم هامش الربح يكون في حدود 35%، من 900 مليم الدينار و500 30%، ف
فوق الدينار و500 هامش الربح يولي 25%. نذكر هذا القرار وزاري في مؤرخ في 20 أكتوبر 2020. هذوما نوعا ما بالنسبة للأسعار، بالنسبة للكميات كل شيء متوفر بطريقة عادية. والله شوف بالنسبة للكميات الكميات الجملية نحن عم ناول عنا 1528 طن، اثناء اليوم عنا 1961 طن، معناها مقارنة بعم ناول عنا زيادة في حدود 420 طن زايدة في الكمية على عم ناول. بالنسبة لأغلب المنتوجات متوفرة، ممكن فما شوية نقص في الطماطم، اليوم عندنا طماطم بكورات، طماطم عندنا 60 طرناطة، وما بين فلفل حار والفلفل الحلو عندنا 57 طرناطة، ويعتبر هذا راهو تحسن كان قارناه بالثلاث أيام اللي سبقوا رمضان. ما نعرفش أنا أعطيتكم وقتها فكرة، نهار الأحد عندنا طماطم 45 طرناطة، اليوم عندنا 60 طرناطة. وبالنسبة للفلفل كان عندنا 29 طرناطة، اليوم عندنا 57 طرناطة، معناها فما تحسن في الكميات الوافدة على السوق ذات مصر الوطنية. واضح واضح سيمين، مشكور جدا على التدخل معنا على توضيحات هذوما الكل. حبينا نعرف معاك معدل الاسعار نوعا ما بالنسبه لسوق الجمله. في كل مره باش تكون عندنا مصافحه معاك في بورصه الاسعار على اكسبريس اف ام في شارع تونسي. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. مواصلين معاكم في شارع تونسي حتى ال11، تابعونا ما تبعدوش.